تقول ما الضابط في الذهاب إلى الأعراس إذا كانوا من أقربائي، مع أن في هذه الأعراس منكرات ومخالفات؟ لا يجوز الذهاب إلى الأعراس ولا إلى غيرها من التجمعات التي فيها منكرات إلا لمن يقدر على إزالة المنكرات. الذي يقدر على إزالة المنكرات يجب عليه أن يذهب ويغير المنكر، أما الذي لا يقدر فلا يجوز له أن يذهب إلى هذه المنكرات ويسكت عنها ويقول أنا عاجز. طيب عاجز لا تذهب. نعم.